مع استمرار توقف المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة الأثيوبي، وفي الوقت الذي وصف فيه الموقف الأثيوبي حيال الأزمة بالمتعنت، أبدت أديس أبابا مرونة بشأن المفاوضات، مؤكدة سعيها لإنهائها بنتائج مقبولة للجميع. الخارجية الأثيوبية أكدت في بيان رغبتها في العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن أزمة سد النهضة، مبدية استعدادها للتفاوض بشكل إيجابي وبناء يقود إلى حل نهائي لأزمة السد يرضي جميع الأطراف. البيان أشار إلى أن إثيوبيا ستعمل على النهج المرحلي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الأفريقي، والذي وصفته بالوسيلة الأنسب لمعالجة مخاوف جميع الأطراف، مبدياً رفض أديس أبابا لطرح الملف على مجلس الأمن الدولي الذي اعتبره غير معني بالأمر. في السياق، دعا الاتحاد الأوروبي كل من إثيوبيا ومصر والسودان إلى العودة للحوار من أجل إنهاء أزمة سد النهضة والوصول إلى حل شامل يرضي جميع الأطراف. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أعرب في بيان عن تفهم بروكسل الكامل لمخاوف كل من مصر والسودان من تأثير سد النهضة على حصتيهما من مياه النيل، لا سيما بعد بدء إثيوبيا بعملية الملء الثاني. وفي وقت سابق كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد سلم خلال زيارته لبروكسل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تضمنت عدة مواضيع على رأسها ملف سد النهضة.